السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو شرح طريقة استلام طلبات من الخزانة الذكية ريدبوكس بعد إتمام عملية الشراء من متجر هومسنت واختيار شركة الشحن ريدبوكس واختيار الدفع عند الاستلام. سيتم إرسال رسالة SMS ورسالة واتساب من ريدبوكس لتحديد أقرب خزانة مناسبة لك لاستلام شحنتك. وهنا لما ضغطنا على الرابط تطلع لنا هذه الصفحة فيها الخريطة، أحدد أقرب نقطة لاستلام شحنتي. استلم من هذا الموقع، نعم اضغط عليها. تم اختيار الموقع، يرجى تأكيد نقطة ريدبوكس المختارة، اضغط عليها اللي بالاخضر. تطلع لي هذه الرسالة، تأكيد موقع الاستلام، وافق على استلام شحنتي من الموقع المختار، نعم حفظ. بعدين توصلني رسالة من ريدبوكس، تم ايداع شحنتك ونرجو استلامها خلال 48 ساعة، وتتضمن رابطين. الرابط الأول فيه رمز التسليم وفيه الباركود وفيه ادفع الآن. ممكن تدفع عن طريق خيارين، عندك خيارين، يا الحين عن طريق مدى أو الفيزا أو أبل باي، أو عن طريق الموقع هناك لما تروح تستلم شحنتك. ولا يوجد سداد نقدي. تحت توجد الخريطة للموقع، أو ممكن بالرابط الثاني اللي موجود في الرسالة الأولى. أفتح عليه على الموقع جوجل ماب، وست دقائق من بيتي إلى الخزانة الذكية، متجهين إلى هناك بإذن الله. وصلنا الحين للخزانة الذكية، وطبعا أنا فاتحة على صفحة رمز التسليم والباركود لين يحتاجها عشان أفتح الصندوق. وهذه هي الخزانة الذكية. أتوجه إلى الشاشة، أضغط في البدء، وتطلع لي هذه الشاشة، رمز الاستلام أو مسح بالباركود، هذا عن طريق المسح بالباركود. وهنا هذا الجهاز للدفع عند الاستلام عن طريق بطاقة مدى. أول ما أدفع على طول يفتح لي الصندوق وأستلم طلبيتي وأقفل الصندوق.